السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أرضى نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. ما فيش شخص ما شافش الرؤية دي، رؤى مبشرة، وهي رؤية تناول الطعام مع الأقارب. رؤية مائدة في الطعام، ويمكن دي رؤية ممكن تكون غريبة شوية، لكن سئلت فيها رؤية مائدة الطعام في البداية، يعني في غرفة النوم. هذه الرؤية تدل على الحزن مع أحد أفراد العائلة وربما مع كل العائلة. رؤية الأقارب وهم يأكلون في صمت بدون كلام أيضا تدل على الحزن. رؤية الأكل مع الأقارب في أماكن واسعة زي الحديقة، كوفي شوب، كافيه، هذه الرؤية تدل على استدامة العلاقة الطيبة بينك وبينهم. رؤية الأكل مع الأقارب للبنت العزباء من الرؤى الجيدة المبشرة بعدة أشياء، منها أنها تدل على تحقيق أمنية، منها الزواج، منها الأخبار السارة، منها مناسبة سعيدة. رؤية البنت العزباء وهي تقدم الطعام على المائدة، هذه الرؤية بغض النظر من اللي هياكل، يعني قضية رؤية تقديم الطعام بالنسبة للبنت العزباء تدل على تحقيق الأهداف والطموحات والتفوق والنجاح بصفة عامة. رؤية البنت العزباء أنها تقوم بخدمة أقاربها، يعني بعد ما السفرة تقدمت والأقارب بدأوا بتناول الطعام، هي بدأت تقف تخدمهم، تناول ده طبق وهكذا. هذه الرؤية جميلة جدا، تدل على قدوم أخبار مبشرة وسعيدة، وربما تدل على الزواج، وربما تدل على الرزق. رؤية المرأة المتزوجة أنها تأكل مع أقاربها، هذه الرؤية جميلة جدا، تبشرها بالحمل وحمل قريب بإذن الله، لكن بشرط أنا دائما أقف مع تبشيري لأي امرأة متزوجة بحمل بشرط أنها تطيق الحمل، يعني ما تبقاش امرأة كبيرة في السن ومعاد عندها دورة شهرية وأقول لها حمل، أنا كده بهرج. لكن رؤية أيضا برضو محمود، عشان برضو واحدة تقول لي طب أنا الحالة دي ما فسرها لي، تدل على قدوم الخير والمناسبات السعيدة بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة أنها تستقبل ضيوف في بيتها، لا سيما إذا كان رجل من أقاربها، هذه الرؤية تبشرها بالحمل بذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الشخص المديون أنه يأكل مع أقاربه، هذه الرؤية تدل على سداد الديون، والمكروب كذلك، تدل على فك الكرب والفرج بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.